فكري كان بيدرس الاخراج لامريكا. هناك تعرف على ياسمين. احبوا بعض جدا. تعمل ايه؟ انا بعمل فيلم. فيلم ايه؟ فيلم عن دماغي. بس على قد ما كانوا منسجمين كانوا فعلا مجانين. عملت ايه مع عبد الرحمن امبارح؟ كنت رايح له بورق فيلم واداني ورق لفيلم تاني. فيلم ايه؟ فيلم وثائقي عن قصر البارون. اعرف فتحه بعيده عن بوابه القصر ب 120 متر. خشوا. واحنا هنبقى داخلين من ظهر القصر مسرسبين لحد ما نوصل اوضه ورا. صورنا الماتيريال بتاعنا وكتبنا. اقف عندك انت وهو. ايه اللي مكتوب على الحيطه ده؟ ايه اللي خلى بنت البارون تقع من البلكونه؟ اللي ورانا مش ناقصين. اطفي الكاميرا.